إلى أولى ملفاتنا، انتخب البرلمان العراقي النائب محمد الحلبوسي رئيسا له بأغلبية 169 صوتا من أصل 251 وبدعم من تحالف الفتح بزعامة هادي العامري الموالي لإيران. نعم، وقد شهدت الجلسة سجالات بين النواب بشأن الكتلة الأكبر وانسحاب كتل سائرون والديمقراطي الكردستاني قبل عودتهم مجددا إلى البرلمان. وعلى الرغم من الخلافات التي طغت على أجواء الانتخاب، فإن تعيين رئيس للبرلمان يعطي دفعا لتحريك مشاورات تشكيل الحكومة العراقية بعد 4 أشهر على صدور نتائج الانتخابات. بعد 4 ساعات من الجدل حسم التصويت السري خلافات البرلمان العراقي المنقسم على نفسه ليتم اختيار النائب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان. وتقدم الحلبوسي المدعوم من تحالف البناء المقرب لإيران على أقرب منافسيه وهو وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي بفارق 70 صوتا. مجلس النواب وسيدات وسادة مجلس النواب بما فيهم المتحدث مع كتلهم السياسية، يعني الوصول إلى توافقات سياسية وتفاهمات سياسية لاختيار حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات. إخوان، احنا أمام تحديات خطيرة في المرحلة القادمة. رئيس البرلمان الجديد من مواليد العام 1981، هو أصغر رئيس برلمان بتاريخ البلاد، حاصل على شهادة في الهندسة ويرأس تحالف الأنبار هويتنا. ولعل حالة التوافق التي غيبت خلافات 4 أشهر أثمرت عن تمرير اختيار نائبين لرئيس البرلمان، أحدهما من ائتلاف سائرون والآخر من الحزب الديمقراطي الكردستاني. الذي يعقد المشهد أكثر أنه هناك محورين الآن في الساحة السياسية، محور الفتح ومن تحالف معه، ومحور سائرون ومن تحالف معها، وخلينا نسميهم تحالف الإصلاح والإعمار وتحالف البناء. تحالف البناء عنده مرشح، وتحالف الإصلاح أيضا عنده مرشحين عدة، وحقيقة هذا الأمر يجعل الوصول إلى توافقات يعني بالنتيجة ما بين هذين التحالفين أيضا أمر صعب، وبالتالي سيعرض الأمر على أعضاء مجلس النواب. وبعدما دخلت البلاد مرحلة شلل سياسي منذ إجراء الانتخابات في 12 مايو أيار الماضي، يبدو أن صناع القرار السياسي أدركوا أخيرا أن الاتفاق بينهم أسهل بكثير من تلبية رغبات واشنطن أو طهران عبر التوصل إلى صيغة توافقية تسهل عملية تشكيل الحكومة المنتظرة بعد تسمية الرئاسات الثلاث. طارق ماهر، التلفزيون العربي، بغداد. وللمزيد أو يبقى معنا من بغداد مراسلنا طارق ماهر. طارق، كانت جلسة صاخبة في البرلمان اليوم، انتهت بانتخاب الحلبوسي. لو تضعنا في أجواء هذه الجلسة، وهل ستساعد على التسريع في تشكيل الحكومة الجديدة؟ جمال، قبل البدء بتفاصيل جلسة اليوم، كانت الأيام أو اليومان الماضيان حافلين باجتماعات متواصلة وزيارات مكوكية تبادلها الساسة العراقيون بشكل مباشر أو عبر وسطاء في محاولة للتوصل إلى اتفاق ليس على تشكيل الكتلة الأكبر هذه المرة، ولكن على تمرير أسماء أو مرشحين للرئاسات الثلاث، وهي العقدة الكأداء التي يواجهها صناع القرار التسعة الذين يتحكمون بزمام الأمور ويسميهم نواب البرلمان العراقي الذين يبلغ عددهم 329 بالصقور. بالتالي تمكن الصقور من الجانبين، المعسكر الموالي للولايات المتحدة والمعسكر الآخر الذي يوالي إيران، من الاتفاق على صيغة أو آلية للتوافق هي الاقتراع السري. تم التوافق عليه بعد 4 ساعات من المفاوضات وانتهت بالتصويت الكامل على هيئة الرئاسة. شكرا لك طارق ماهر، مراسل التلفزيون العربي من بغداد. وأذهب الآن إلى البصرة، وينضم إلينا أيضا من هناك مراسلنا شفيق عبد الجبار. شفيق، يعني انفراج في الأزمة السياسية في بغداد وانتخاب رئيس للبرلمان، لكن ماذا عن التحركات الشعبية في البصرة؟ هل المظاهرات لا تزال مستمرة هناك؟ غضب شعبي كبير في البصرة على أداء الحكومة والطبقة السياسية ككل.
نعم جمال، طبعا شهدت مدينة البصرة عصر هذا اليوم تظاهرة ولكنها من نوع آخر، حيث تظاهر المئات من أهالي مدينة البصرة أمام المقرات لفصائل الحشد الشعبي تندد بحرق هذه المقرات وتدعو إلى التضامن والتكاتف مع عناصر أو فصائل الحشد الشعبي لحماية المدينة في المستقبل. ندد المتظاهرون بالذين تسببوا بحرق هذه المقار العسكرية التابعة لحشائد للحشد الشعبي عذرا، ونددوا أيضا بالولاية بالدعم الأمريكي بما وصفوه بالدعم الأمريكي وبدعم ببعض الدول الإقليمية على خلفية هذا العمل الذي ينافي على ما يعني بحسب ناشطين يعني ينافي الهدف من التظاهرات السلمية، ولكن سرعان ما انفضت هذه التظاهرة بعد ساعة ونصف من يعني من إقامتها. أما التظاهرات المطلبية جمال، فقد علق ناشطون أو قال ناشطون مدنيون في محافظة البصرة للتلفزيون العربي أنهم قد ربما يؤجلون أو يدعون إلى تهدئة تلك التظاهرات المطلبية الاحتجاجية لأسباب، منها الخوف من الاعتقالات التي طالت عدد من الناشطين، حيث تم اعتقال عدد من الناشطين ومن المحتجين يعتقد أنهم كانوا سبب بحرق المؤسسات الحكومية، وقد ظهروا في مقاطع الفيديو التي انتشرت كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لك. نعم. شفيق عبد الجبار مراسل التلفزيون العربي من البصرة. لمناقشة هذا الملف أيضا معنا من بغداد دكتور خالد عبد الإله، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. دكتور خالد أهلا وسهلا بك معنا إلى العربي اليوم. إذا الشاب أصغر البرلمانيين سنا المنتمي للكتلة السنية لكن المدعومة من إيران يظفر بمنصب رئيس البرلمان، ما هي دلالات انحلال هذه العقدة على الصعيد المحلي في العراق وعلى الصعيد الإقليمي أيضا باعتبارها ربما نقطة لصالح إيران؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لكم ولجميع مشاهدي التلفزيون العربي وشاكر لهذه الاستضافة. أنا أتوقع هذا التوافق الإيراني الأمريكي هو الذي دفع بالوصول اليوم إلى هذه المرحلة، مرحلة اختيار رئيس البرلمان، واليوم نتحدث عن نائبيه، وبالتأكيد استكمال المرحلة الأولى من العملية التي حددتها المادة 54 من الدستور التي تحدثت عن انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه في الجلسة الأولى، على الرغم من أن هذه الجلسة قد تعطلت من 3 سبتمبر وصولا إلى 15 سبتمبر، وبالتأكيد قد لو تأخر عملية إخراج رئيس البرلمان ونائبيه لكنا وصلنا إلى مرحلة النكوص بالدستور العراقي وبالتأكيد انهيار العملية السياسية في العراق. أمريكي إيراني نتحدث هنا. هنا نتحدث عن المخرجات الحقيقية الواضحة عندما تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تدعم حكومة معتدلة ذات سيادة، بمعنى أنها تخلت عن ما كانت تتحدث عنه سابقا من حكومات الوحدة الوطنية والمشاركة الوطنية والمصالحة الوطنية. اليوم هنالك من يتحدث عن جزء من السنة يشارك، عن جزء من الشيعة يشارك، عن جزء من الكرد يشاركون، وبالتأكيد هذا يدخل في إطار المحصلة الأساسية للحديث عن نوع من الحكومة التي تستطيع أن تقدم شيء على المستوى الداخلي وعلى مستوى المواطن العراقي. أنا أتوقع التوافق حصل عندما وصلنا إلى مرحلة توزيع الأدوار ما بين رئيس البرلمان مدعوم من كتلة تقودها الفتح ودولة القانون ونائب أول مدعوم من كتلة أخرى، وبالتأكيد هنا نتحدث عن التوازن أو التوافق الذي حدث على مستوى الكتلتان، لأن لحد هذه اللحظة بفعل عملية تصويت رئيس البرلمان وحصوله على 169 صوت في إطار العملية الانتخابية، هذا يعني رسميا بأن كتلة أو ائتلاف البناء هي الكتلة الأكثر عددا، ولكن لحد هذه اللحظة لم يتم هنالك الحديث عن أن هذه الكتلة هي الكتلة النيابية الأكثر عددا حسب النص الدستوري في المادة 76. وما الذي ننتظره حتى يتم الإعلان عن هذا؟ ما هي الخطوة المقبلة لتعلن كتلة البناء الكتلة الأكبر في البرلمان التي يمكنها أن تمارس الصلاحيات الأخرى؟ أنا أتوقع اليوم العراق قد خطى الخطوة الأولى،
لأن الجميع كان محرج في إطار عدم الاحترام التوقيتات الدستورية، وكان الكل يتحدث عن ظروف استثنائية تمر بها العملية السياسية العراقية بإرادات القوى السياسية بانقسام المعسكرات التي نتحدث عنها بين أكثر من قوة على مستوى قوة شيعية وقوة سنية وحتى قوة كردية. أنا أتوقع اليوم المحصلة القادمة قد تكون فتح باب الترشيح بعد أن يؤدي رئيس البرلمان ونائبه القسم فتح باب الترشيح لرئيس الجمهورية، ومن ثم الحديث عن يعني نوع من التفاهمات الجديدة التي قد تصل إلى مستوى التحالفات، لأن هنالك اليوم مقولة حاكمة وهي أن لا حكومة بدون سائرون ولا حكومة بدون فتح، وبالتأكيد أي. هذا تستلزم أن يكون نوع من الاتفاق المبني بين تحالف الإصلاح والإعمار وبين الفتح، تعكسه إلى حد كبير ردود الفعل التي وردت مباشرة بعد الإعلان عن فوز الحلبوسي. القوى الشيعية في البلاد مثلا رحبت بهذا الفوز، رغم أن الحشد الشعبي إلى غاية وقت قريب كان يصف الحلبوسي بالمراهق السياسي. كيف يمكن أن تتجسد اليوم هذه التصالحات أو التقاء المصالح دعنا نقول السنية الشيعية في البلاد؟ في العراق كل شيء اليوم يعني يتم الحديث عنه في إطار الساعات القليلة، وبالتأكيد عندما نتحدث عن غلق صفحات الماضي والحديث عن صفحات الحاضر، اليوم نتحدث عن مخرجات عملية سياسية الكل ينتظر داخليا وخارجيا، وهنالك أزمات داخلية وما شاهدتها على سبيل المثال البصرة من تحديات كبيرة أحرجت الحكومة الاتحادية، الأمر الذي دفع ببعض الأطراف الكتل السياسية إلى الحديث عن أن السيد العبادي أو الكابينة الوزارية يجب أن تقدم الاستقالة. هذا لا يعني بشكل أو بآخر بأن الخلافات سوف تجبد، وإنما قد تكون هنالك مرحلة لخروج مرة ثانية إلى مرحلة الخلافات، وهذا ما معروف في داخل المجلس السياسي. يتم الحديث عن إخراج الرئاسات الثلاثة، وبعد شهر أو شهرين أو ستة أشهر يتم الحديث عن مصادمات ما بين قوى سياسية هي كانت مشتركة في إفراز هذه الحكومة. دكتور خالد عبد الإله، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا. نتابع في العربي اليوم بعد الفاصل. سوريا انتظار في إدلب لموعد يحدد في سوتشي.